مش قمح. قمح واحد من المحبين والعاشقين للنادي الاهلي الفترة الأخيرة، مر بأزمة صحية، نطمن عليه، شفنا حالة الحب الكبيرة للجميع. والقمح قمح في البداية، الحمد لله على السلامة يا قمح. وقبل ما أتكلم وأطمن عليك، كلمنا عن الشياكة دي يا قمح. إن شاء الله نجيب لك العروسة يا قمح. قمح طمنا عليك، وعايز أقول لك مليون سلامة. طمنا عليك وأخبار صحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الحمد لله احسن من اول، وعمل اعلانات كتير، حصل اعلانات كتير ومترجم اعلانات وبنش في اهم حاجه كنار اني انتجوا يجاوني وبنش يقولوني وبنش فيك وعافيك. كلنا بنقول لك ربنا يشفيك ويعافيك يا قمح. انا عرفت ان كل اللعيبه جات لك كهربا، بيقول لي انا كل يوم كنت بجيب اكل. لا كنت العاني ومروان عطيه الشحاج الشحاج ما جاش، انت راح تشكى مروان عطيه وعمار حمدي ومتوجه جناني ومحمد انت محمد شنان ما جاش. فينا كنا فينا جاي وفينا الثانيه ما جاش. يعني مثلا اللعيبه يشكل الدعاء الأمع النادي الآن، بس كلهم قعدوا يدعوا لك يا قمح، وعارف انهم كلهم كلموك في التليفون، واللي حتى اللي ما كان مسافر او مش موجود كلموك في التليفون يطمنوا عليك يا قمح. هم مش يكلموني عن الحاله النفسيه. انا الحمد لله كويس جدا، فول احسن من اول الحمد لله. الدعاء بقى دعاء القمح وبيشفي وعافيه ان شاء الله. ان شاء الله يا قمح كلنا بنتمنى لك الشفاء، وعايزينك بقى ان شاء الله تكون موجود معانا في الموسم في البطولات اللي جايه باذن الله. بنك عايز اتمنى ان انا كابتن بيبو كابتن بيبو خطيب، وعايز اقول له اما حاجه النادي الاهلي، وعايز انا معاك وحاجه نجد اما الدولي، وعايز اتمنى ان انا منك، انا بحبك واموت فيك، وعايز اتمنى معاك. والكابتن بيحبك يا قمح. بقى كلمنا على الصفقات الجديده بتاعتك يا قمح. دلوقتي انا عارف ان انت خلصت في كل الصفقات، ايه اهم بقى اللعيبه اللي هتجيبها لنا في الفتره اللي جايه يا قمح؟ انت ممكن اعمل حاجه جاي، ممكن جابته بنجو جديد الاهلي ان شاء الله جاي، وفي موسم تاني في تيب جاي احنا حاجات، وانا مش فاكر اي حاجه، مش فاكر الله فعلا. انا فاكر اللعيبه، فاكر اللعيبه، وفاكر انا عايز اشكر اللعيبه، وعايز اشكر جمهور الاهلي، وعايز اشكر اسد العناوي، وعايز اشكر رئيس بيبو يا خطيب. طبعا طبعا اشكر النجاره، واشكر مجلس النجاره. شكرا للسيد المهندس سيف. انا عايز اشكر اللعيبه كلها، وعايز اشكر جمهور، وعايز اشكر اسد العناوي، كلهم يجوا ينقمح الدوري يا رب يرجع تاني احسن من الاول باذن الله يا قمح. وانا معاكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، كلنا بندعي، كلنا بنتمنى، ربنا يشفيك.